فضيلة الشيخ، هل يدل كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله الذي قرأناه في درس الأمس، وهو قوله: ومن الناس من يحكم بين الخصمين ويتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا؟ أقول: هل يدل هذا على من حكم بغير ما أنزل الله على جهة استبدال الشريعة بغيرها؟ نعم، كل من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك وجعله بدلا عن حكم الشرع فإنه يتناوله الحكم الذي قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. لا يخرج عن هذه الأحكام، سواء حكم بالقوانين أو حكم بعوايد البادية، لأنه حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. نعم.